صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى ويبقى وجه ربك، هل يفسر الوجه هنا بالذات كما يقوله بعض المفسرين مع إثبات صفة الوجه لله سبحانه على ما يليق بجلاله؟ هذا باطل، تفسير الوجه بالذات هذا باطل، بل يفسر الوجه بالصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى على أنه وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفات. نعم، والذات ما تسمى وجها، الذات لا تسمى وجها في لغة العرب. نعم.